بس حبيت اني اليوم نكرمها. تكرمها. نحب نكرمها ونحب نعداها معاك قدام العالم الكل. وخلي الناس اللي ما سمعتش تسمع اللي امك خرجت. سماع الدعوة. عدم سماع الدعوة. عدم سماع الدعوة. والاهم خليني نقول كلمة محلاها بريئة. بريئة. ما عملتش هذه الجريمة اللي اتهمت بها وهي جريمة شنيعة قتل ولد بنتها. ها؟ معناتها جريمة مخيبها. البدن يقشعر القلب يوجع معناتها. خمس اولاد وخمس بنات معرسين وكلهم معرسين. تصور انت وبناتها بربي معاها يحبوها على الاخر. تحبوا نجاتها. تغلط انت. ها؟ تغلط انت. مش نورمال مش نورمال. معناها غيرها. انت الكبير؟ لا لا. أنا الوسطاني. شكون الكبير؟ كبير عندي خالد خويا وبعده لزر وبعده نجوى وبعد أنا. هذوما متفاهمين مع بعض. متفاهمين. إلا اللي اتهم أختك. لا إلا هذاك، هذاك الوحيد وحده. أما الباقي. على روحه هذاك. سيء سيء هذاك الساعة. خرج من العائلة. لا سيء تنحى من كل شيء من جميع. يا خويا عندكم حق بصراحة. أنا قلت لها أنا بالنسبة لها هي أم. نقرب نقرب العائلات لبعضها ونفركس على اللحمة. لا سي عبد الرزاق قضية ما فيش. ونفركس نرجع الناس. أما يا وخي. ما فيش. يا وخي اتهم أمه بالقتل وبعد لم تطلع بريئة. أنا ما نقربوش. انا ما نجيبه لكمش. ريت سي عبد الرزاق ما نقربوش. سي عبد الرزاق ليت اللي خرجت سيبت ما ثلاثه نتاع الصباح حابس نتاع المساعدين ما ثلاثه نتاع الصباح اربعه كرهب واربعه فرزيات نسي جاي على فرزيات من المكنين للسوسه فرح دم الحبس بذرارينا بكبرنا وبصغارنا فرحانين بهم فرحانين يا نعم انا فرحان والله شوقتني باش نشوفها شوقتني بالحق يلا خلينا نشوف هل موجوده بحذا اسماء بن صالح ولا لا أسمى مرحبا بيك سي عبد الرزاق ضيفتنا وصلت بحذانا مدام نجاة موجودة مدام نجاة موجودة أيوة بيك مدام عايش بارك الله فيك عايش والله لاباس منين جيتنا والله جيتكم من منزل الفارسي ولاية المستير مرحبا وبيك كلمتوني جيت خايفة أني تو غير أنتم ما تخافش قلتوا لي طمنتوني سي عبد الرزاق ولاباس وما تخاف لاباس ما تخافش جيت خايفة وليت خايفة أني راهو علاش خايفة؟ خايفة ما نعرفش كيفاش ما نخدم على روحي من شنو تخدم؟ نخدم في الخبز طابونة إيه جبت لنا شوية خبز؟ جيتك على غفلة أنا وطمنتني أنت قلت لي لاباس ويجي سي عبد الرزاق يحب عليك وش فما كل خير لهنا ما تخافش مدام ما تخافش إن شاء الله إن شاء الله تحب تعرف أنت علاش بحذانا؟ أي نحب نعرف علاش أنا جيت بحذاكم شوف وعلاش كلمتوني؟ شوف شكون شوفني أنا الأول الساعة عديل عبد الرزاق الأول سي عبد الرزاق عديل يا ماما يا ماما يا ماما أهلا بيك يا أختي الغالية خايفة توا حبيت سي عبد يا نجاة لا أنا ضحكت في وجهك أنا توا يا نجاة عايشك سي عبد لاباس ما عادش تخاف يا نجاة تخاف من حد شيء اعتبرني ولدك اعتبر ولدي قول عبد الرزاق ولدي خير من ولدي سي خير من ولدي خير من ولدي خير من ولدي هيا باش نوريك حاجة أخرى وقول لي شكون عاد أن دو تخوا ولدي ولدي عليك ولدي ربي رجع لك حقك يا أمي عايشك ربي نور لك الحق يا أمي عايشك ربي نور الحق نحب نرى حق وحق بنتي
هب على حقي وحق بنتي يا سي عبد الرزاق. راني تظلمت، راني عديت عام سجن يا سي عبد الرزاق. راني ولادي شردت يا سي عبد الرزاق، راني قوتي ضيعت يا سي عبد الرزاق. السير عبد الرزاق المحامين كلاتني ومش نبيع داري نقعد في الخلي. عبد الرزاق خويا راهي داري مشات. عبد الرزاق ماني امك، اني راني امك. سي عبد الرزاق راهي داري حشاك شعلت. سي عبد الرزاق راني تظلمت. سي عبد الرزاق راني المي حرم عليا. سي عبد الرزاق ضربوا لي بنتي، قتلوا لي بنتي. سي عبد الرزاق بعث لي تاموني بروع. الا اني بريء ما نعرفهاش الروع هذيا. راني دفنت على ثلاثة وليات يا سي عبد الرزاق. راهو الحاكم عن بالو، راهو هو اللي عطاني باش ندفنو. بعد 7 سنين يا سي عبد الرزاق تموت امه ويجبدوا لي الحكايه هذيا. علاش عملت يا سي عبد الرزاق؟ راني امك، راني امك يا سي عبد الرزاق. رايت طلعت مش مشلوله من الحبس.